العراق كل دولار يرتفع يعني يساهم في إضافة إيرادات جديدة للموازنة الاتحادية بمعدل مليار دولار سنويا. العراق بحاجة إلى 70 دولار. لو سمحت قد الرقم زيادة الدولار؟ كل دولار ارتفاع النفط كل دولار على مدار سنة العراق إذا افترضنا أنه ينتج 3,880,000 برميل يوميا يعني بالإنتاج السابق يضيف مليار دولار إلى الموازنة الاتحادية. طيب احنا بالموازنة مثبتين 42 نعم والآن 55 صحيح؟ العراق بحاجة إلى 70 دولار. لا أنا أقصد هسه الفرق الحالي. نعم. 42 مثبت والسعر الحالي 55. نعم. بمعنى قد 13 دولار يعني 13 مليار بحسب حضرتك اللي ذكرت الآن. 55 سعر برنت. العراق البصرة خفيف كان 55 يوم أمس؟ نعم يعني معدل 6 دولارات نتيجة تكاليف النقل وتكاليف عملية يعني الزيادة الفعلية الآن 6 دولارات بمعنى أننا حاليا يفترض أن نبيع بما لا يقل عن 49-48 دولار وهو أعلى من سعر الموازنة يعني هناك فرق بمعدل 6-7 دولارات عن السعر التخميني هذا يضيف أو يقلل من العجز هناك بند في الموازنة يشير إلى إمكانية تمويل العجز من خلال ارتفاع أسعار النفط